السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. اخبار جميله، طاقه ايجابيه، فرج، تغيير، راحه، سعاده، ان شاء الله باذن الله تكون من نصيب برج العقرب. برج العقرب، صلي على الحبيب على قد ما تقدر. ما تنساش تضغط لايك للفيديو وتكتب لي كومنت جميل، تعليق زيك كده حلو، وان شاء الله باذن الله ربنا يكبر بخاطرك ويعوضك. القراءه عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين. الوقت اللي تدخل فيه خد التوقعات بتاعتك وخد التبشرات واخرج من الفيديو. زي ما قلت لك ان قراءتك عامه ومفتوحه. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يكون في تغيرات ويكون في راحه طال انتظارها في حياتك او عمال تدور عليها تبحث عنها. ان شاء الله باذن الله هتلاقي كل اللي انت محتاج تسمعه معانا في قراءة النهاردة. بس صلي على الحبيب وخد الجزء اللي يخصك من قراءتنا والجزء اللي ما يخصكش ما تاخدوش. النهاردة التاريخ 23 مارس، ده تاريخ الفيديو بتاعك، التاريخ علشان مصداقية قناتك. أما قراءتك عامة ومفتوحة وتنطبق على الجنسين. كمان يا برج العقرب، حابة أوضح لك رسالة مهمة جدا. لازم الفترة اللي جاية تطلع من طاقة اليأس اللي أنت فيها وطاقة الإحباط، وتصلي على الحبيب وتستغفر وتقرب من ربنا علشان الطاقات السلبية اللي مأثرة عليك تكون فيها فرج بإذن الله وتغيرات جذرية. صلي لي بقى على الحبيب وركز معايا كويس جدا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك طريق، والطريق ده طريق خير، طريق نجاح، طريق تفاؤل. انت ماشي ومركز كويس جدا في الطالع بتاعك الايام دي، بس حرفيا بالك مشغول بماديات، عندك كلام بيخص فلوس، او انت عندك مرحلة جديدة ناوي تتخطى كل المشاكل اللي عندك. المرحلة الجديدة دي هتكون سبب رئيسي لسعادتك، او هتكون سبب رئيسي ان انت تطلع من اللي انت فيه حاليا. بس الفترة دي انت شايل هم كبير جدا على كتفك، او شايل مسؤولية كبيرة، مسؤولية زيادة همك، مش مسؤولية وحشة، هي مسؤولية حلوة جدا، بس انت يعني زيادة في دخلك، او بتحاول تضغط على نفسك الفترة دي علشان تقف على ارض صلبة بقدر المستطاع. عندك شوية قلق وشوية حيرة وشوية تفكير عامل زي الموجة، يعني تفكير رهيب عندك بسبب الضغوط النفسية. وفي نفس الوقت انت حاير في قرارين، او حاير في موضوع، في حاجة ماسك فيها الفترة دي وعايز تاخد فيها اي قرار. ملامحك الايام دي دبلانة، يعني ايه؟ يعني بسبب الضغوط النفسية اللي عليك، وبسبب ان انت عمال تضغط على نفسك وتسعى ان انت تحقق حلمك. بس اقدر ابشرك ببداية جديدة في عملك، او البداية الجديدة دي هتكون لصالحك رغم مخاوفك وقلق وحيرة. بس الفترة اللي جاية هيكون عندك تواصل اجتماعي حلو قوي، او اقدر اقول لك ان هيكون عندك اعجاب حلو وعيونك هتلمع. بس دايما اقول لك خلي بالك من ابراج حواليك عايزين يعرفوا حياتك ويقربوا منك علشان يأذوك فقط لا غير. فاقدر ابشرك تاني بمناسبة اجتماعية في حياتك هتحصل، وهتطور من علاقاتك، او هتكون بشرة خير لحياتك. ابشرك كمان بتطوير علاقتك بالشريك، لإما هيبقى فيه رجوع، لإما هيبقى فيه انتصار، لإما هيبقى فيه كلام حلو أو أمور حلوة. كمان الفترة دي هيكون فيه مكالمة حلوة أوي هتفرحك وهتبشر، وأقدر أبشر اللي الحد، يعني لو في حد غايب عنكم أو منفصلين عنده، عندكم رجوع أو عندكم بشرة رجوع الفترة اللي جاية بإذن الله. أنتوا بقالكم مدة كبيرة شايلين الحمل وشايلين المسؤولية، عمالين تعفروا، عمالين تعملوا حاجات كتيرة جدا من اجل ان انتوا تقفوا على الارض الصلبة. فابشركم بخبر حلو جدا هيوصل لكم خلال ايام معدودة. عندك كمان ازمة، الازمة دي هي اللي عاملة لك الضغوط النفسية، وفي اقرب وقت هتتحل، وهتكون مفتاح المشكلة دي بين ايدك. بس بلاش تطنش وبلاش ترمي كل حاجة من وراء دماغك. كمان انت عندك هنا يعني تواصل اجتماعي مع حد، او لقاء مع حد قديم بينك وما بينه كان علاقة، او بينك وما بينه كان صداقة او صحوبية وانتهت، فهيبقى في تواصل الايام اللي جاية. كمان الفترة دي انت بتعمل اقصى مجهود ان انت تجمع فلوس علشان في حاجة في دماغك عايز تعملها في اقرب وقت. دماغك مش بتفصل من كتر التفكير، وده طول الوقت انت عمال تنظم دنيتك وعمال تفكر بشكل كبير جدا. وفي نفس الوقت بقدر
قدر المستطاع في انتصار عظيم جدا هيحصل، هيغير حاجات كتيرة جدا في حياتك، بس عندك عين قوية هي اللي عاملة لك الرجوع في حياتك، وهي اللي عاملة لك الضغوط النفسية اللي عندك. كمان هنا اقدر ابشرك بمساعدة، حد هيساعدك او هيقف معاك، بس انت مش هتكون محتاج المساعدة دي، بس انت حرفيا مضغوط زي ما قلت لك وحيران في حاجتين. عندك كمان هنا ورق هيخلص بالخير او لقاء معين هيخلص عندك بالخير. كمان الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت واخد فيها موقف حاسم، اي نعم الموقف ده مخليك ساكت بس عامل لك حيرة وعامل لك شوية كركبة عندك في تفكيرك او عندك في حياتك. عندك كمان هنا بتبشيرة حلوة جدا بوثيقة مالية هتمضيها الفترة اللي جاية دي، من خلال الوثيقة دي هتكون منطلق بفرحة جديدة او هيكون عندك طاقات حلوة، بس حاول دايما تكتم خصوصياتك وحاول دايما ان انت ما تتكلمش عن اي حاجة تخص حياتك. كمان الفترة دي هيكون عندك مفتاح حلو، المفتاح ده هيكون سعادة ليك انت لتحسن مواضيعك بشكل مختلف. عندك مواضيع قديمة اليومين دول بتفكر فيها، ممكن تكون عايز ترجع لها او عاوز تنهيها وتخفيها من حياتك، فانت الحقيقة الايام دي عندك مواضيع قديمة عمالة تتفتح عندك او تتفتح قدامك. كمان هنا في سر مستخبي عليك بتحاول بقدر المستطاع الايام دي تستكشفه باي طريقة. عندك حد نيته اتجاهك مش كويسة، يعني الحد ده حاطط عينه عليك او اتجاهك انت مركز معاك او الفترة دي وانت مبتحبش الكلام ده. كمان الايام اللي جاية في يوم هتصحى فيها تحس بسعادة حلوة قوي، عندك فرحة وسعادة وامور مادية باذن الله من بعد الركود ومن بعد المداومة التعب اللي كان عندك. في كمان هنا ان انت هتستعيد حساباتك او هتستعيد نشاطك، هتستعيد حاجات كتيرة جدا تعملها في حياتك، وهتحصل لك حاجة هتخليك طاير من الفرحة وهتخلوك مبسوط قوي. اقدر ابشرك بجواز هيكمل او بخطوبة هتكمل او في فرحة تخص الحياة العاطفية، واقدر اقول لك كمان ان باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى الضحكة هتعود لوشك قريب جدا وهتفرح باذن الله وهتحس ان ده العوض بتاع ربنا، بس انت ارمي همومك على ربنا وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك من حيث لا تحتسب. انت هنا عايز تعمل حاجة جديدة في حياتك، الفترة دي انت مأثرة عليك او مأثرة عليك في كل حاجة في جسمك، الفترة دي انت مش بتنام كويس ولا واخد راحتك، بس باذن الله بفضل ربنا حالتك النفسية بسبب القرار اللي انت هتسمعه هتفرح قوي، واقدر ابشرك ان البشرة هتستجيب ليها ربنا باذن الله وهتفوق النزاع اللي عندك ده والمشاكل. خلي بالك انت هتقع في مش أزمة، هتقع في حاجة هتكون محتاج حد يطبطب عليك او محتاج حد يقف جنبك، مش هتلاقي حد جنبك وساعتها هتحط النقط على الحروف وهتعمل حاجة جديدة. معروف عنك بالاناقة والشياكة وان انت دايما ان انتوا دايما بتكونوا مميزين عن غيركم ودايما بتتعرفوا حتى لو من على بعد، بس حرفيا النفسية بتاعتكم تعبانة وقرفانة وملكمش اي نفس تعملوا اي حاجة في اي حاجة، حاسين ان المزاج متقلب شوية. اقدر كمان ان انتوا اقول لكم ان انتوا حاليا ماشيين في الطريق، الطريق ده خير ليكم وطاقة ايجابية، هيبقى في لقاء او مقابلة او حاجة مهمة هتعملوها، وعندك علاقة ممكن تتحول لصداقة او علاقة تتحول لصداقة ابدية، وهيبقى في كده امور حلوة، بس حرفيا لازم تطلعوا من العزلة التامة اللي انتوا ماشيين فيها. انتوا الفترة دي ممكن يكون عندكم هنا ضغوط نفسية او عندكم فلوس بتحاولوا تسدوها بقدر المستطاع، بعض منكم ممكن ناوي يسحب قرض او ناوي يدخل له مبلغ داخل تاني، ممكن انتوا ناويين تسحبوا قرض او ناويين تستلفوا فلوس، ناويين تعملوا حاجة تخص الماديات. انتوا اليومين دول ما يعني الماديات معاكم واقفة شوية علشان خاطر الضغوط النفسية اللي انتوا عمالين تعملوا فيها. كمان هنا عندكم حد هيحاول يكلمكم ويدق بابكم تاني، ندمان على الانفصال اللي بينكم او ندمان ان هو سابكم في يوم من الايام. كمان الاضواء عندكم متسلطة، يعني ممكن يكون عندكم نجمكم هيلمع هيبقى لامع الفترة اللي جاية، وده هيبقى طبعا بشرة خير. الايام اللي جاية هتكون نجمكم في السماء عالي
عالي، وده بيدل ان في فلوس هتجيلكم بقدر المستطاع، وفي انفراجات حلوة انتم مش متوقعينها ولا في الحسبان. دي هتكون برضو طاقة ايجابية. حاولوا دايما ان انتوا تكتموا على خصوصياتكم وتكتموا على الحاجة اللي تخص حياتكم، ودايما تحصنوا نفسكم بالمعوزتين اللي موجودين في حياتكم علشان خاطر ما تخلوش اي حاجة تأثر عليكم. كمان الفترة دي في طاقة عامة، الطاقة العامة دي انتوا اللي هتكسبوها بإذن الله. في كمان عندكم بعض الأحلام اللي بتتردد معاكم، أو بعض الحاجات اللي بتحسوا ان هي بتتردد معاكم من غير أي سبب، أحلام بتتكرر، في حاجة بتحلموا بيها وخايفين، الله أعلم، بس حرفيا في حاجة انتوا عمالة تتردد معاكم. كمان عندكم هنا خطوة جديدة أو خطوة بداية جديدة، الله أعلم، بس حرفيا في حاجات جديدة انتوا عمالين تسعوا عليها، وفي نفس الوقت زعلانين قوي من وفاة حد توفى عزيز على قلبكم، أو حد يعني زعلانين قوي إنه في حد سابكم ومشي وفارق الحياة، وطبعا انتوا كنتوا بتحبوه قوي، أو كان بمعنى أصح عزيز على قلبكم. بس ليه دايما دموعكم دايما عيونكم حبسة دموعكم؟ ليه دايما الدموع موجودة في عيونكم ومش عارفين حتى ولا تنزلوا دموعكم ولا تحبسوها، بس حيرانين وزعلانين قوي قوي من شخص اتصدمتوا فيه، او من شخص ما توقعتوش ابدا بقدر المستطاع ان يكون الاذى يجيلكم من الشخص ده. الشخص ده محاط بيكم وبينكم وما بينه علاقة، وهو اللي مسبب لكم الدايرة اللي انتوا عمالين اللي مقفولة عليكم. انتوا حابين العزلة وحابين الوحدة ومش حابين تتكلموا ولا تواجهوا ولا تعملوا اي حاجة، حاسين ان الوحدة والعزلة هي دي مفتاح سعادتكم. لازم بقدر المستطاع تطلعوا من اللي انتوا فيه وتشوفوا البدايات الجديدة اللي في حياتكم وتشتغلوا عليها الفترة اللي جاية. قرار بقدر المستطاع لازم تاخدوه، في قرار عندكم، القرار ده لازم من غير ما تفكروا يعني تاخدوه، علشان القرار ده هو اللي هيكون الرد الفعل بتاعكم المنتظر من ناس كتيرة جدا. عندك كمان شخص انت بتحبه وبينك وما بينه غلاوة، او بينك وما بينه حب، في امور عندكم هتتحسن، بس خلوا بالكم من مواجهة، المواجهة دي عندكم موجودة في حياتكم، او في حد بيحاول يأذيكم، الله اعلم، بس يعني خلوا بالكم. كمان الفترة دي افكارك متشتتة شوية، مش عارف تجمع حتى اي تفكير، وعندك تسرع حتى في الكلام، ومش عارف تاخد اي قرار، وده بسبب قلة الماديات زي ما قلت لك، او بسبب الضغوط النفسية اللي جاية لك من المحاطين بيك. في كمان خسارة انت خسرتها زعلت عليها قوي، وبعد كده رجعت وافتكرت حكمة ربنا وقلت ان شاء الله باذن الله ربنا هيعوضني خير. وفي تيسير عندك في امور معينة عندك في حياتك، وفي نفس الوقت هيكون عندك انفراجات او عندك تغيير او مرحلة جديدة للافضل باذن الله. في كمان هنا شخص جديد هيظهر في حياتك، الشخص ده هتكون بينك وبينه علاقة ابدية، او بينك وبينه تغيرات جذرية. كمان الفترة اللي جاية دي هيكون عندك دفاع عن النفس بشكل كبير جدا، وهتبقى عندك طاقات عامة بإذن الله، هتطلع من اللي انت فيه برضو بشكل حلو قوي، وبالأخص الفترة دي علشان عندك أمور فيها ورث أو فيها أمور أخد حقك، فانت اليومين دول هتشتغل على رجوع حقك بقدر المستطاع. في كمان هنا حد بيتدخل في خصوصياتك، ففي فرصة هتجيلك الفترة اللي جاية هتستغلها بقدر المستطاع، وهتمسك على ايدك شوية وهتقرر ان انت تنجح، وتقرر ان انت تبقى احسن من ناس كتيرة جدا ظلموك. كمان الفترة دي ممكن يكون عندك وجع في معدة او وجع في اسفل الضهر، وبتشتكي من اسنانك بطريقة كبيرة جدا. وكمان البعض منكم ممكن يكون العيون معاه مركزة بشكل كبير، عندك ضغط في عملك او ضغط بسبب التزاماتك بحاجات كتيرة في حياتك، دايما بتاخد موقف من اي حد ممكن يقولك كلمة تزعلك او من اي حد يضايقك، بس انت هنا حيران في امر مضايقك او امر ملخبط حياتك بقدر المستطاع. دايما اقول لك خلي بالك من احلامك، او خلي بالك من اشاراتك الروحانية، علشان دي بتكون رسالة ليك قوية من الناس اللي محيطة بيك. في كمان هنا فرصة، الفرصة دي لان انت تحسن وضعك الداخلي، او هيبقى فيه عرض جديد او شغلانة جديدة. البعض منكم عنده قلق وخوف وملل او اهمال في صحته، وده بسبب ان هو خايف من المستقبل الفترة اللي جاية، رغم ان المبلغ اللي جاي لك ده هيدبر حياتك وهيخليك عايش بشكل مختلف
مع ابسط الامور اللي عندك او مع التحسنات اللي عندك باذن الله. في كمان في حاجه حلوه قوي هتحصل معاك قريب جدا، هتخليك مبسوط وهتخليك كده عندك دفعه للقدام. بس دايما اقول لك ان في عين قويه بتظهر لك، والعين القويه دي هي المحيطه بيك وهي اللي عامله لك الازمات اللي انت فيها. وزي ما قلت ان انت هيكون عندك رسالة او ربح في قضية او ربح في حاجات كتيرة جدا، وفي توقيع مش هيكون في الحسبان او في شهادة، اما انت هتشهد مع حد او في حد هيشهد معاك، او ممكن يكون عندك بداية جديدة او رحلة جديدة. هنا بدأت ان هتبدأ ان انت تحسن من وضعك، وهتبدأ ان انت تبص لنفسك بشكل مختلف، وممكن كمان في اقرب وقت تقف على ارض صلبة. وبدأت ان انت هنا تطبطب على نفسك وتسمح لنفسك ان انت يكون عندك مغامرات جديدة، عندك حياة جديدة، عندك امور حلوة. ناوي تثق في نفسك زيادة عن اللزوم. مش هقول لك ان الثقة بنفسك دي هتوديك للغرور، لا، بس فعلا انت حرفيا ناوي تقف على ارض صلبة. ممكن كمان تقطع علاقاتك باي حد عندك في حياتك، ممكن يسبب لك اذى او يسبب لك ظلم. انت بتقول انا مخدتش حاجة من المقربين غير وجع قلب فقط لا غير، فانا الفترة اللي جاية بقدر المستطاع هحاول ان انا اقف على ارض صلبة واكون لوحدي، حتى لو كنت يعني مش عايز حد، بس انا بقدر المستطاع هكون لوحدي. ليه؟ علشان ما لقيتش غير الاذى وغير التراكمات والمشاكل على جميع الاصعد من المقربين. وزي ما قلت لكم ان الفترة دي مش هتكون فترة صعبة، بس هتكون فترة ان انتوا تثبتوا وجودكم. كمان هنا عندك حاجة بينك وما بين الشريك مخليك دايما بترجع عن قرار، مخليك دايما بترجع عن حاجة بتفكر فيها. انتوا جوه قلبكم مخاوفات كتيره وشويه قلق من حد معين في حياتكم. عندكم كمان جرح، والجرح ده مازال موجود وبينزف من شخص اثر عليكم او من شخص خذلكم خذلان تاما. فخفف من مصروفاتك الشهريه او من سهراتك او من التزاماتك شويه، علشان خاطر انت داخل على مصاريف، ممكن يكون مولود جديد، خبر حمل جديد، الله اعلم. بس المهم ان انت داخل على حاجه جديده، والحاجه اللي الجديده دي هتحسن 180 درجه من الحاله النفسيه بتاعتكم. تعبانين جدا بسبب ديون، او تعبانين جدا بسبب انه في دين عليكم عايزين تسدوه اي طريقة. البعض منكم ممكن يكون عنده ارتباط او رجوع او كلام كتير. وخلوا بالكم من مواجهة هتحصل بينكم وبين الشريك. المواجهة دي هيبقى فيها كلام عتاب، وفي نفس الوقت انتوا هتطلعوا من اللي انتوا فيه، وهيكون عندكم فترة راحة. البعض منكم كمان ناوي يدخل الفترة اللي جاية دي وهو منبهر بنفسه وعنده طاقة ايجابية. وممكن كمان يكون عندكم اتصال ما كنتوش متوقعينه، او حاجة جديدة ما كانتش في الحسبان. وكمان هنا انت عندك مواجهات او عندك حاجة معينة حطيتها ببالك بخصوصها الفترة دي. كمان هنا عندك تقابل او تقبل في فرصة جديدة او في حياة جديدة عندك باذن الله. عندك خطوبة او ارتباط او خاتم هتلبسه قريب جدا. الخاتم ده هيكون سعادة ليك انت. عندك كمان هنا بإذن الله بفضل ربنا سبحانه والله وتعالى، بس خلي دايما عندك يقين بالله ان هيكون عندك بعض الايام اللي فيهم الطاقة الايجابية، وهيكون كده عندك انت دفعة ان انت تتكلم بحسن نية، وهتكون دايما عندك دعاء مستجاب انت عمال تردد فيه. فلو انت عندك مشكلة قوية الفترة اللي جاية دي هتنحل من غير اي حتى تردد او من غير اي تفكير، هتتحل وهيبقى عندك تحقيق امنية، او انت حاطط امنية قدامك عمال تسعى ان انت تحققها. عندك لقاءات هنا مع المقربين او مع الاهل، وهتقعد معاهم وهتتكلم. اي نعم مش هتكون مرتاح بسبب ان انتوا هتفتحوا قصص قديمة، وسبب ان هيكون في كلام، بس انت هتعرف مين اللي مأثر عليك قوي، وهتعرف مين اللي عايزك تكون ناجح ومين اللي عايز يخرب بيتك. عندك نجاح حلو قوي مع ناس معينة، ممكن تدخل في شراكة او تدخل في حاجة جديدة. الحاجة الجديدة دي هتكون سبب برضو حلو ان انت تطلع من الضغوط النفسية اللي انت بتمر بيها.
رغم صغر سنك، رغم ان انتوا دايما يعني رغم صغر سنكم، رغم ان انتوا شلتوا كتير جدا من الحياة وكأنه عايشين ليكم 100 سنة، عندكم عندكم حد متوفي دايما بتدعوا له بالرحمة، او دايما بتفتكروه وبتفضلوا تعيطوا، دايما عندكم احساس بالوحدة رغم ان في ناس كتيرة جدا حواليكم، بس دايما بتقولوا ان الوحدة دي بتبقى احساس، مش لازم يكون جنبي حواليا ناس. وكمان الفترة دي بقدر المستطاع انتوا ساكتين عن حاجات كتيرة جدا بتحصل حواليكم، ساكتين علشان مش عايزين مشاكل، مش علشان خايفين زي ما الناس واخدة عنكم الفكرة دي. فالفترة دي انتوا ساكتين خالص وواصلين لمرحلة الصمت، وده بسبب ان انتوا خافيين حقيقة كبيرة عندكم في حياتكم، مش عايزين تتكلموا عنها، وبتقولوا احنا هنفضل ساكتين لحد ما نشوف، او لحد ما يجيبوا اخرهم ويكونوا عندهم ردة فعل اقوى من كده. الوجع اللي جواك كفيل يخليك ساكت، كفيل يخليك مش محتاج اي حد في حياتك. انت النفسية الفترة دي حرفيا محتاجة الصحة والراحة النفسية. انت ولا محتاج سفر، ولا محتاج عريس، ولا محتاج زواج، ولا محتاج حبيب، انت كل اللي محتاجه راحة البال الفترة دي، علشان فعلا بالك مشغول بكل الناس اللي حواليك، بالك مشغول بان انت عايز تجهز نفسك، بالك مشغول ان انت في حاجات كتيره جدا واقفه معاك وعاطله، واللي اصعب عليك انه مفيش حد راضي يساعدك ولا في حد واقف جنبك. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه دي انت هتبشر باخبار حلوه وبكلام حلو. فكمان بلاش العصبية الزايدة، وبلاش وقت العصبية تقول كلام يزعل ناس منك. انتوا يعني عصبيتكم ساعات بتكون زايدة قوي عن اللزوم، فممكن تقولوا كلام يزعل ناس منكم. دايما قد كلمتكم وقد وعودكم، يعني الحاجة اللي انتوا بتقولوا عليها بتعملوها من غير ما تترددوا او من غير حتى ما تفكروا، بس بلاش تناموا ودموع والدموع بتاعتكم على خدكم، بلاش يعني تحسوا بالقلق وبالحيرة من وقت للتاني، لازم تفعلوا التجديد ولازم تغيروا من اللي انتوا فيه. فكمان ابشركم بتغيير سكن او بتغيير حاجة جديدة عندكم في حياتكم. كمان اقدر ابشركم كمان بتوديع للحزن وتوديع للمشاكل السلبية اللي انتوا ملازماكم. انتوا حواليكم ناس مش كويسة خالص، حواليكم ناس عايزة تأذيكم بقدر المستطاع، واكتر واحدة عايزة تأذيكم هي مرات الاخ، مش حبالكم الخير زي ما هي بترسم وزي ما هي مبينة. دي كلامها كتير او بتحب الكلام الكتير، يعني بتحس ان شخصيتها كده مش واضحة، شخصيتها كده مش يعني مش عارفين هي انتوا عايزين، يعني انتوا لحد الان مش عارفين الست دي او هي البنت دي عايزة منكم ايه، بس هي حطاكم في دماغها بطريقة كبيرة جدا وبتحاول ان هي تتكلم عليكم بقدر المستطاع.